السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مرة ثانية، أنا تدريسية وأسناء كاظم وجواد بمحاضرة ثانية عن الـ Enterprise Architecture. Good morning students. We have the second lecture of the Enterprise Architecture. Okay, تمام. هسا إحنا راح نبدي نتحدث عن بنية المؤسسة ولكن بشكل آخر، إلا وهي نحكي على مستويات بنية المؤسسة. البيج رقم 2 بالنسبة للمحاضرة تحكي لي على مستويات بنية المؤسسة. تتكون بنية المؤسسة بشكل عام من ثلاث مستويات: strategic استراتيجي، tactical تكتيكي، solution الحل. بالنسبة لل استراتيجيك، الاستراتيجي يتميز يكون بكونه طويل المدى في حدود 3 إلى 5 سنوات. بالنسبة إلى التكتيكي أو التكتيكال، متوسط مدى يكون من 1 إلى 2 سنين. بالنسبة إلى السلوشن الحل، قصير الأجل في حدود 6 إلى 12 شهر. وهسه إن شاء الله راح أبدي أشرح لكم على كل مستوى وشنو يعني بالتفصيل. اوكي تمام، راح نبدي بالصفحة البيج رقم 3 بالنسبة لمحاضرتنا الثانية مال الانتربرايز اركيتكتشر. بالنسبة للليفلز اوف الاركيتكتشر، استراتيجيك اركيتكتشرز ديسكرايب استراتيجيك بلانز اند انيشيتيفز اند تيبيكالي ران فور ييرز راذر ذان مانس. استراتيجيك اركيتكتشر ويل بروفايد ا لونج range plan that is typically a view of the future over a 3 to 5 years period. What's this meaning? شنو معنى هذا الحكي؟ الاستراتيجي، المستوى الاستراتيجي يصف البنى هذه الخطط والمبادرات الاستراتيجية، وعادة ما يتم تشغيلها لسنوات بدلا من أشهر. توفر هذه البنية المعمارية الاستراتيجية خطة طويلة المدى تكون عادة من 3 إلى 5 سنوات. أوكي، نجي بالنسبة إلى المستوى الثاني اللي هو التكتيكال، التكتيكي. Architectures describe mid-range plan that help to partition the strategic level architecture into manageable groups. المهم الشرح هذا شنو معنى؟ تصف البنى الخطط متوسطة المدى التي تساعد على تقسيم بنى المستوى الاستراتيجي إلى مجموعات يمكن إدارتها ويمكن أن تعمل لعدد من السنوات. إحنا قلنا في حدود 1 إلى 2 سنين. نجي على المستوى الثالث اللي هو السلوشن. تصف البنى مشروع معين أو مبادرة على مستوى القدرة يمكن إكمالها في شهور بدلاً من سنوات. من منظور الأعمال التجارية، عادة ما يتم التركيز على مشكلة أو فرصة معينة. وبالمثل من المستوى التقني، فإنه عادة ما يتضمن شريحة من خلال مجالات المعلومات والتطبيقات والتكنولوجيا، ولكن قد يتطلب في بعض الظروف معالجة عدد من هذه المجالات. هذا بالنسبة إلى المستوى الثالث اللي هو Solution. هنا بهذا الفيجرز دي يشرح لي Our Enterprise Architecture Framework، إطار بنية المؤسسة اللي دائما يكون على شكل هرمي. تكون القاعدة مالت Technology Architectures، البنية التكنولوجية، Information Architecture والApplication Architecture، وأيضا البزنس أركيتكتشر. الآن وصلنا إلى الصفحة رقم 5 اللي تشرح لي types of الأركيتكتشر، يعني بنية أنواع هذه البنى أو أنواع بنية المؤسسات، ماذا تتقسم إلى كم قسم. هسه راح نجي نحكي عليها إن شاء الله. بيج رقم 5. An enterprise architecture can be divided into 4 sub-architectures that integrate to provide a description of the overall architecture of an enterprise.
These include business architecture, information architecture, application architecture, technology architecture. أوكي تمام، شنو معنى هذا الكلام؟ تقسم بنية المؤسسة إلى أربع بنى فرعية تتكامل مع بعضها لتوفر وصف كامل للبنية المؤسسية الشاملة، واللي هي عبارة عن بنى الأعمال، بنى المعلومات، بنى التطبيقات، بنى التكنولوجية أو التكنولوجيا. وطبعاً أيضاً هناك بنى أخرى منفصلة مهمة جداً، ألا وهي Security Architecture، بنى الأمن، وكذلك البنى الجغرافية Geospatial Architecture. هسه نبدي نشرح كل بنى شنو معناها شرح مفصل إن شاء الله. أول شيء دا نحكي على البزنس أركيتكتشر اللي هي بنية الأعمال. تعتبر بنية الأعمال حجر الزاوية لتحقيق نتيجة ناجحة للبنية المؤسسية الشاملة، وهي تحدد محركات الأعمال واستراتيجية العمل والأهداف والغايات التي تحتاج المنظمة لتحقيقها للانتقال إلى بيئة أعمال تنافسية. هاي بالنسبة إلى بنية الأعمال. نجي نحكي على بنية المعلومات الـ Information Architecture. الـ Information Architecture تعد بنية المعلومات مفتاح نجاح بنية المؤسسات، حيث يتم إنشاء المعلومات واستهلاكها بواسطة المكونات التي تشكل البنى الأخرى. تتكون بنية المعلومات عادة من وصف للبنى الأساسية والهدف مع سلسلة الانتقالات المحددة التي يمكن تنفيذها. وهنا دي وصف لي الفريمورك، إطار عمل بنية المعلومات. نجي على البيج رقم 9 اللي هي Application Architecture، بنية التطبيقات. توفر بنية التطبيقات فهرس مهم للتطبيقات في المؤسسة، يصف العمل الذي يقومون به لتحويل المعلومات ونقلها وتخزينها. وايضا اكو فيجر معينه هنا يبين لي هذا الشكل اللي يحكي لي على بنيه المعلومات. جينا على البيج رقم 10، بنيه التكنولوجيا. تدعم بنيه التكنولوجيا البنى الاخرى التي توفر وصف للبنيه التحتيه المنطقيه والماديه والافتراضيه التي تدعم تنفيذ خدمات التطبيقات، والتي بدورها تدعم المعلومات ووظائف المعلومات. نجي على البنيتين المهمتين جدا جدا اللي هي Security Architecture والGeospatial Architecture. بالنسبة إلى بنية الأمن، عبارة عن شريحة من خلال كل البنية الأخرى، وتكون مهمة جدا ومنفصلة لأنها الأساس في ضمان تنفيذ سياسات أمان المؤسسة. بالنسبة إلى Geospatial Architecture، البنية الجغرافية، عبارة عن شريحة من خلال جميع البنى الأخرى من وجهة نظر جغرافية مكانية أو وجهة نظر تعتمد على الموقع، تم إدراجها كبنية منفصلة بسبب أهميتها المتزايدة في عالم تهيمن عليه التطبيقات القائمة على الموقع ووظائف تكنولوجيا الأعمال. طبعاً بهذه المحاضرة احنا حالياً شرحنا مستويات بنية المؤسسة وماذا تتكون وكذلك أنواعها، شرحناها بالتفصيل. وإن شاء الله أي سؤال أو استفسار تحتاجوا أني حاضرة، واتمنى لكم كل التوفيق. مع السلامة.